مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه The Town of Head Count. الفيلم بيبدأ مع واحد اسمه تيتسوي، شاب عايش حياة بائسة غرقان في ديون لناس كتير، وفي مشهد البداية بنشوفه بيجري من مجمعين الديون وفعلا بيزنقوه في مكان فاضي. وقبل ما يضربوه بيظهر شخص غريب اسمه بول بيضربهم وبينقذ حياته. بعدها بيعرفه بنفسه، وهنا بول بيسأله: ما تعبتش من الديون اللي عليك؟ ما زهقتش من الوحدة وإنك مالكش مكان في المجتمع ده؟ بيعرض عليه إنه يغير له حياته تماما في مكان أفضل مصمم مخصوص ليه ولكل المرفوضين. ولأن تيتسوي ممتن ليه عشان أنقذ حياته قبل العرض، فبياخده بول لمؤسسة خاصة أول مرة تيتسوي يشوفها، مبنى ضخم محاط بأسوار عالية وحراس، وشايف ناس كتير داخلين معاه للمؤسسة، والموظفين اللي هناك كلهم لابسين أصفر ولقبهم توتر اللي معناه مرشد أو مدرب خاص. بيزرعوا شريحة في رقبة كل المنضمين الجداد وبيدوا لكل واحد فيهم خزنة. في المؤسسة هيلاقي الأكل والأمان وأوضة خاصة بيه، ولكن ده ليه تمن، لازم يتخلى عن اسمه وشخصيته. بمجرد دخولك المكان ده مش مسموح لك تخرج منه أبدا. بعدها بيوجهوهم لأوضهم وبيطلبوا منهم يقروا الكتاب الخاص اللي فيه كل التعليمات الإرشادية للمؤسسة. وفعلا بيدخل تيتسوي أوضته وبيبدأ يقرأ فيه وهو بياكل، وأول صفحة في الكتاب بتقول إن سور المؤسسة بيحمينا وبيعزلنا عن العالم الخارجي. جوه المؤسسة في مساواة وحرية وسلام، لكن العالم الخارجي مليان قسوة وتمييز وظلم. وهو بيقرأ بينعس وبينام، ولما بيصحى بيفتح الكتاب تاني وبيقرأ عن حمام سباحة موجود جوه المؤسسة، فبياخد ملابس السباحة بتاعته وبيروح يغير. وفي الحمام بتقابله واحدة من مواطنين المؤسسة ندهت له بالزميل، وكانت لطيفة جدا معاه وبتجامله بزيادة، رحبت بيه وكتبت له رقم أوضتها على ورقة. تيتسوي مش عارف هي ليه كانت لطيفة قوي كده، بس طبق الورقة وقرر يخليها معاه. ولما بيدخل حمام السباحة بيلاقي الناس مبسوطين وبيلعبوا وبيتعاملوا عادي جدا في المكان. بتشوفه واحدة اسمها ميدوري، فبتروح تقعد جنبه وبرضه ندهت له بالزميل، بتجامله بكلام لطيف. فبيسألها تيتسوي ليه الناس هنا بيندهوله بالزميل؟ قالت له إن هي دي تقاليد المكان، إنك تنده للتاني بالزميل وتجامله بكلام لطيف. فهم تيتسوي السبب وقال لها على فكرة أكتافك حلوة قوي. بعدها مجموعة شباب بيقربوا من ميدوري وبيدوها بطاقات عليها أرقام الأوض بتاعتهم. بيستغرب تيتسوي وهو مش فاهم ده معناه إيه، فبتشرح له ميدوري إن دي زي دعوة لممارسة الجنس بعد ما اليوم ينتهي. قال لها إن في واحدة إدت له رقم أوضتها، وفي نفس الوقت واحدة تانية بتقرب منه وبتدي له رقم أوضتها. بيكون فاكر إنها تقاليد ومجبر إنه ينفذها، أما ميدوري بتكون عارفة إنه مش مجبر يروح أوضهم لو مش عايز، لكن مش بتقوله. وفعلا في الليل بيروح لأوضة أول بنت، بتكون الأوضة شبه فوضوية ومفيش مكان يقعد فيه، ومع ذلك بيقضوا الليلة. وبعد وقت قصير بيقوم عشان يروح للبنت التانية، لكن هنا البنت بتعرفه الحقيقة وإنه مش مضطر يروح لو مش عايز. استغرب تيتسوي ولما قابل ميدوري تاني يوم وقال لها، ضحكت عليه عشان كان فاكر انه مجبر ينام مع البنات، ولان الاكل اللي في اوضته خلص اخدته للمطعم، ولكن هناك الاكل مش ببلاش، حاجه معينه لازم يعملها عشان يدوله اكل، وهي انه لازم يكتب مراجعات ايجابيه او سلبيه لمنتجات معينه بتختارها المؤسسه. وهنا تيتسوي اتلخبط واستغرب جدا الموضوع، فبيشرح له واحد جنبه اسمه باج الطريقه، وفعلا بيكتب تيتسوي تعليق لطيف لمنتج وبيكسب اول وجبه ليه. بعدها بيظهر فيديو في العالم الخارجي مجموعة من الدائنين بيقتلوا واحد عشان ما كانش قادر يدفع الديون اللي عليه، وبنعرف انه في سنة واحدة اكتر من 73 الف شخص في اليابان بيفلسوا. وبيعرفوا بيج ان في مكان في المؤسسة بيقدم الاكل الفاسد ببلاش لو عايز. وبنعرف برضو ان في اليابان اكتر من 27 مليون طن من الاكل في السنة بيترمي. بيرجع تيتسوي وبيكمل قراية، وبيعرف من الكتاب الخاص إن الجنس مسموح بيه في المؤسسة في أي وقت وأي مكان بشرط قبول الطرفين، لأن الكبت الجنسي بيدمر ناس كتير وبيخليهم أكتر خطورة، وفي مكان مخصص للأطفال في المؤسسة. أما الجواز والخلفة ممنوعين تماما، فبيوفروا لهم كل حاجة تمنعهم من الخلفة. وهنا بنعرف إن في أكتر من 100 ألف عملية إجهاض بتتعمل في السنة، والمؤسسة بتسعى جاهدة إنها تقلل الأرقام دي. بعدها بتدعو ميدوري يروح معاهم لرحلة ميدانية، وبيكون معاهم توتر عشان يراقبهم، ولو حد حاول يهرب هيقدروا يرجعوه من خلال الشريحة المزروعة فيهم. بياخدوهم لمكتب انتخاب، وهنا بيتهز إحساس تيتسوي الأخلاقي لما بيطلبوا منه ارتكاب تزوير انتخابي من خلال إنه يدي صوته أكتر من مرة لنفس المرشح في بطاقات انتخاب مسروقة. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا مطعم يأكلوا،
وفي مكان تاني في العالم الخارجي بنشوف اتنين بينظفوا شقة واحد مش موجود، ولما بتسأله صاحب الشقة راح فين قالها ان كل اللي عندهم مشاكل مادية بيجوا ناس لابسين اصفر ياخدوهم، وسمع إشاعة عن مؤسسة حكومية سرية لكن ما عندوش دليل انها حقيقية. بعدها في المؤسسة بنشوف واحدة كانت ادت الكارت بتاعها لتتسوي قبل كده بتروح له الأوضة بالليل، ولما بيحاول يقرب منها بتوقفه وبتقوله انها بس عايزة تصاحبه، وتاني يوم بتاخده لممر سري بيودي على مركز لعناية الأطفال، وبتقوله ان ليها بنت في المركز. انفصلوا عن بعض اول ما دخلوا المؤسسة. وفي العالم الخارجي بنشوف اخت ميدوري كيكو اللي كانت خايفة وقلقانة جدا على ميدوري وبنتها اللي اختفوا من أسابيع، وكانت بتلوم نفسها على اختفائهم لأن وقتها راح طلع ميدوري عشان تساعدها وتحميها من معاملة جوزها المسيء، لكن كيكو ما ساعدتهاش وطول الوقت ده بتدور عليهم. وفي المؤسسة تيتسوي وبيجو ميدوري وشخص رابع بينطوا من فوق السور عشان يشوفوا اللي هيحصل، ولما بيبعدوا لمسافة معينة بيبدأوا يسمعوا صوت مزعج وبيكون ده تأثير الشريحة اللي بيمنعهم من الابتعاد عن المؤسسة، فبيرجعوا بسرعة. وتاني يوم بياخدوهم لرحلة ميدانية تانية وبيدوهم ميك اب يحطوه عشان يبانوا انهم مجروحين، وكانت مهمتهم المرة دي يمثلوا انهم ضحايا حادثة ارهابية مزيفة هدفها زيادة التأثير على الانتخابات بعد فضيحة فساد المرشح. ولما كانت كيكو في البيت بتشوف في الاخبار هجوم ارهابي على نادي، وبتلاحظ واحدة من اللي نجوا شبه اختها، فبتروح للمستشفى بسرعة وبتسأل عليهم، لكنهم بيقولوا لها ان الضحايا تعالجوا وخرجوا، ولكن كان واضح انهم بيكذبوا عليها. ساعتها بتشوف واحد لمحته في الأخبار راحت له سألته عن أختها، فادها استمارة المؤسسة عشان تقدر تروح وتشوفها، وبعد ما بتعرف الشروط بتقبل تدخل المؤسسة. وفعلا تاني يوم بتروح وبيزرعوا فيها الشريحة، ولما بتدخل وبتستقر بتبدأ تسأل اللي موجودين عن أختها، لكن محدش قادر يساعدها لأنهم ما يعرفوش أسامي بعض. وفي النهاية بيتقابلوا، وما كانتش ميدوري مبسوطة من وجود أختها ولسه متضايقة منها عشان رفضت تساعدها، أما كيكو كانت قلقانة جدا لأن ميدوري ما تعرفش مكان بنتها مومو، فبتقرر تدور عليها وتهرب بيها من المؤسسة، لكن ميدوري بتطردها وبترفض تتكلم معاها. ساعتها بيشوفها تيتسوي وبيتعاطف معاها، ولما بيعرف قصتها بياخدها لمركز الأطفال، وهناك بتشوف بنت أختها بتلعب مع باقي الأطفال وبتطمن إنها بخير. ولما بياخدها تيتسوي برا السور بتكتشف تأثير الشريحة المزعج، ومع ذلك بتصمم تنقذ مومو وتربيها بنفسها. وتاني يوم المؤسسة بتجبر مواطنيها يناموا في الشارع كنوع من المظاهرة والاحتجاج على بعض القضايا زي الروبوتات اللي أخدوا وظائف كتير من البشر واستخدام الطاقة النووية اللي أثر على حياتهم اليومية بشكل كبير، لكن اتخنقت كيكو من المهمة دي وقررت تمشي، أما تيتسوي وقفها ومنعها عشان ما تتعرضش لأي عواقب. وهم راجعين بيديها رقم قطه عشان تجيله بالليل، بتخاف منه وبتقلق لكنه بيطمنها انه بس عاوز يتكلم معاها لانه معجب بيها. وفي الليل فضل مستنيها ساعات لكن ما بتجيش، فبيروح لها الأوضة، ولما بتفتح له بيقترح عليها انهم يهربوا من المؤسسة دلوقتي حالا. بتعجبها الفكرة لكن بتصمم تاخد بنت اختها معاها، فبيطلقوا انذار في المؤسسة لتشتيت الانتباه وبيسرقوا مفتاح مركز الاطفال، وفعلا بيدخلوا وبيقدروا يوصلوا للبنت. بعدها بينطوا من فوق السور وما كانوش خايفين على الطفلة لأن ما عندهاش شريحة، ومع ذلك لما بيعدوا بيبدأ الصوت المزعج يسيطر عليهم لدرجة إنهم ما بقوش قادرين يمشوا. وهنا بتظهر واحدة من التوترز وبتوقف الصوت بجهاز معاها، بتهددهم وبتعرفهم إنهم مستحيل يهربوا، أخدتهم عشان ترجعهم للمؤسسة، لكن تيتسوي بيهاجمها وبيسرق الجهاز والعربية، وأخيرا بقوا أحرار لكن ما همش فلوس ولا عندهم مكان يباتوا فيه، وكل أوراقهم القانونية اتمسحت من السجلات. ولما حاولت كيكو ترجع لبيتها اكتشفت ان المؤسسة باعت كل حاجة بتمتلكها، ودلوقتي هم معدمين. أخيرا الجوع بيسيطر عليهم، فبيضطر تيتسوي يسرق أكل من المحل، وبيزداد الوضع صعوبة عليهم وبيعانوا أكتر لأنهم ما يقدروش يبعدوا عن العربية وإلا الشريحة هتشتغل وتزعجهم تاني، ولما اشتغلت في مرة سبب ألم رهيب لكيكو لحد ما فقدت الوعي، فجري بيها على المستشفى لكن للأسف ما همش فلوس يدفعوا الفاتورة. وهنا بيظهر له أول توتر قبله بول، وسأله إزاي ناوي تعيش وإنت معاكش فلوس ولا وظيفة، فقال له تيتسوي هشتغل أي حاجة واصرف عليهم بأي طريقة، فضحك عليه بول وسخر من طموحه، ملوش أوراق رسمية ومحدش هيعترف بيه والدائنين لو وصلوا له هيقتلوه. بيغرق تيتسوي في بحر من الخوف والقلق، فعلا مش عارف يتصرف إزاي،
ساعتها بيطلع له بول استمارة عشان يرجع معاه للمؤسسة. وفي المشهد التاني بنشوف تتسوي وكيكو ومومو نايمين مع بعض لكن في مكان أفضل بكتير. بيقوم تتسوي عشان يروح شغله وبنعرف إن كيكو حامل منه، وبيتضح لنا إن تتسوي قبل العرض ورجعوا كلهم تاني للمؤسسة لأن ما كانش قدامهم حل تاني، ولكن المرة دي رجع كموظف. الفيلم بيوضح لنا سياسة حكومات في استغلال المواطنين، كل المديونين والساخطين والمرفوضين من مجتمعهم بيخدعوهم من خلال توفير الأمان والملاذ وتشجيع الحرية والمساواة، والحرية هي الطعم اللي على الخطاف، دودة لذيذة لكل الجعانين بهدف واحد فقط وهو التحكم وتوجيه العقول. يمكن تكون الحرية والمساواة والسعادة والحب احتياجات أساسية، لكن بالنسبة لناس تانيين ممكن يكون ليهم معنى غامض ومختلف، وفي النهاية عشان تعيش حياة مرضية يمكن تقبل تعيش من غيرهم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة.